ليست أزمة ولاية مجلس نيابي وليست أزمة قانون انتخاب بقدر ما هي أزمة نظام سياسي ككل في البلاد. نعم إنها أزمة النظام التي طالما حذرنا منها مراراً وأطلقنا أولى الصرخات من بيسور في الذكرى الأولى لاستشهاد الرفيق الشيخ صالح العريضي في صيف 2009، مطالبين القوى السياسية كافة المسارعة لعقد مؤتمر وطني تأسيسي لإصلاح النظام السياسي في لبنان، نظام الفساد، نظام المعتقلات المذهبية، نظام التمييز العنصري، نظام التحليق في غير فلك الوطن الواحد، الوطن الذي أردناه وطناً للانعتاق من المذهبية وطن المواطنية الحقة. إنه النظام السياسي الذي ضرب ميثاقية كل دساتير لبنان من دستور 26 وصولاً إلى دستور الطائف، لا بل ضرب ميثاقية الميثاق الوطني الذي كان وجوباً أن يتحول عملياً إلى دستور لائق في البلاد، نهائي للبنان، لبنان الذي نريد. وليكن معلوماً أن كل نظام سياسي مهما كان نوعه، توافقياً كان أم ديمقراطياً، ديكتاتورياً كان أم جمهورياً أم ملكياً، إن كل نظام سياسي لا يؤمن العدالة الاجتماعية فهو نظام ساقط عملياً في عيون الناس أولاً وعلى الأرض ثانياً لعدم واقعيته. كما أنه لا يمكن لأي نظام سياسي أن يحقق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد من دون العدالة التمثيلية لكل فئات المجتمع اللبناني. هذه العدالة التمثيلية التي لا يمكن أن تتحقق بدورها من دون قانون انتخابي عادل، مش بالشكل المعيب اللي حصل امبارح في مجلس النواب أو التراكمات اللي حصلت في قوانين الانتخاب وهلق نحكي فيها. من المعيب أن يحدث ما يحدث اليوم في لبنان من خلال هذه الحفلة من التكاذب على بعضنا البعض، وأشدد، نعم هذه الحفلة من التكاذب على بعضنا البعض وعلى الناس الذين يأتمنوننا على عملية بناء وطن، وطن القانون ووطن المؤسسات. أقولها بصراحة ومن دون مواربة، وشر البلية ما يضحك، إن كل شيخ، كل لبناني، كل شيخ ورجل وشاب وامرأة، لا بل كل طفل يعرف تمام المعرفة أننا في حفلة تكاذب ونفاق في البلاد، وأن معيار المشاريع الانتخابية التي تطرح على بساط البحث إنما هي تنطلق من معيار واحد، هي خسارة المقاعد أو تحصيل أكبر عدد من المقاعد، ولا علاقة لها مطلقا بما يسمى بالمصلحة الوطنية العليا، ولا بمستقبل لبنان، ولا بضرورة تحقيق عدالة التمثيل أو صحة التمثيل. فلماذا المواربة إذن؟ إنني أدعو كل من له ثقة بحجمه الانتخابي والشعبي، وأكرر، إنني أدعو كل من له ثقة بحجمه الانتخابي والشعبي وقدراته السياسية التأثيرية أن يتوقف عن تفصيل قوانين انتخابية على قياسه، فهذا معيب وغير مسؤول أبداً، وأن يتفضل ويؤيد قانوناً للانتخاب على أساس معيار واحد لكل لبنان الذي نحن نقترح أساس النسبية لأنه المدخل الوحيد إنما العدالة في التمثيل والقضاء على آخر معاقل التراتبية بين مكونات الشعب اللبناني. لا يحق لأحد يضرب بعرض الحائط ميثاقية كل دساتير لبنان وميثاقية الميثاق الوطني، أن يشكك في ميثاقية الحوار الذي أراده الأخ الرئيس دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال الجلسات المفتوحة، لأن مقاطعتها أو التشكيك بميثاقيتها إنما هو دعسة ناقصة باتجاه أي تفاهم سيجنب لبنان ويلات هذه المرحلة الحساسة من تاريخه. لبنان اليوم في مهب الرياح، نعم لبنان اليوم في مهب الرياح إن كانت الرياح إقليمية أو دولية.
وحمايته من أنبل الواجبات الوطنية وأرقاها معنا، خصوصاً في هذه الأيام العصيبة. إن حماية لبنان أكبر من أن تختصر بموقف أو رأي أو خطوة، إنما هي منظومة متكاملة من الأفكار والأراء والخطوات العملية التي يجوز أن تدرج فكرة حياد لبنان في عدادها. مع تقديرنا لحق أي فريق كان بأن يطرح مشروع الحياد، غير أن هذا يستوجب أن نكون ملمين بمتطلبات الحياد، لأن الحياد كالسلاح، فالحياد لمن يحميه مثلما أن السلاح لمن يحميه. كما في سويسرا يقضي الحياد بأن تكون الدولة المحايدة متمتعة بقوة عسكرية توازي قوة أكثر أعدائها خطراً عليها أو تزيد عن قوته، أي أن علينا بناء جيش يوازي مستقبلاً جيش إسرائيل أو يتفوق عليه، وهو طموح مشروع وحق من حقوقنا. وأكرر الدعوة للبدء برسم استراتيجية بناء جيش ذات قوة ضاربة، مش مثل اللي سمعناه أسبوع الماضي من بعض المسؤولين في الدولة الكريمة، إنه يجب أن يكون السلاح المقاومة في تصرف الجيش، أكنه الجيش مش أهداف مرئية وواضحة. ما أكبر خطورة على الجيش بوضع الجيش العسكري التقني واللوجستي اليوم في لبنان، إنه نحمله مسؤولية المقاومة اللي عملت توازن غصب عن اللي بيقول لا بالقدرة العسكرية مع إسرائيل، نعرض جيشنا لمزيد من الضربات ولمزيد من التفكك ولمزيد من الخطورة بمكان، قبل ما نبلش نعطي آراء من مين ما صدرت، إن كان من رئيس جمهورية أو غيره، لما بده يقول يجب أن يكون سلاح المقاومة بتصرف الجيش، بده يحدد أي جيش نريد وشو قدرات الجيش اللي عنا اللي فعلا قادرة تحمي سلاح المقاومة، وبده ينوضع اتفاق على استراتيجية دفاعية على طاولة الحوار. لما وصلنا بعد إلى رأي في هذا الموضوع بواضح وصريح، نعم نحن منطمح في المستقبل إنه تكون المقاومة في لبنان تحت تصرف الجيش اللبناني، إنما لما الجيش اللبناني قادر جهزه إنه يصير فعلا قادر يحمي حاله بالأول قبل ما يحمي البلاد. وعم نشوف وشفنا كل يوم شو عم بصير بالشمال وشو عم بصير بالبقاع وشو عم بصير بالمناطق، كيف الله يساعد الجيش على الأعباء اللي عم بحملوه إياها أكثر من طاقته على الحملين. فبكفي نظريات بالسياسة ومزايدات بالسياسة غير واقعية لا تمت إلى الواقع بصلة بالشكل والمضمون اللي عم تحصل فيه بعض التصريحات من هنا ومن هناك. بانتظار إنجاح هذا المشروع الطموح الذي يحمي الحياد، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الواجب اتخاذها، لابد من الاعتماد على القوة الذاتية المتوفرة اليوم التي أثبتت جدواها وقدرتها، وهي درع الفولاذ المكون من الشعب والجيش والمقاومة. وهذا ما سبق أن شرحناه بالتفصيل في الوثيقة التي قدمناها منذ سنتين إلى طاولة الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان. إن مناعة النظام السياسي في لبنان من أساسيات حماية الدرع الفولاذي المتمثل بالجيش والشعب والمقاومة، لذا فإنني أجدد الدعوة لعقد مؤتمر وطني تأسيسي تاريخي لبحث كيفية إصلاح هذا النظام السياسي الفاسد الذي لم يعد ينتج هذا النظام إلا الدموع والدماء والأزمات، والذي استنزف بالكامل ولفظ أنفاسه الأخيرة، ولا يجوز أن نقضي على لبنان لمجرد أن نتمسك به لأنه بمثابة التمسك بجيفة.
فالمعتقلات المذهبية والتمييز العنصري على قاعدة المذهبية والطائفية والفساد والظلم الاجتماعي وفقدان العدالة وتفكك مؤسسات الدولة والفقر، كلها جيف يجب التخلص منها وليس المحافظة عليها وتكريسها. ولا حياة للبنان إلا بإصلاح هذا النظام أو دفنه إلى غير رجعة. وشكرا. مع أمير، من قصدتم بالنظام السياسي الفاسد وما هو طبعا؟ كل النظام، كل مقاربة المواضيع، إن كان في تشكيل الحكومات، إن كان في قوانين الانتخاب، إن كان بعض الأداء غير المسؤول من قبل بعض الرسميين في الدولة، هذا بدل إنه عنا كل شيء وفاقدين شغلة أساسية معنا إياها، هي الدولة، هي النظام. عنا شبه دولة، عنا شبه نظام، عنا شبه أمن، وبده يطلع حدا يحاضر لنا بهذا الموضوع. اللي صار بالمجلس معيب. أنا ما بفهم إنه اللي عنده ثقة بقدراته الشعبية وبقدراته التجييرية وبأحزابه اللي فعلاً هو بيقتنع إنه بتاكل الأخضر واليابس من قوتها الشعبية، ليش خايفين من قانون انتخاب عادل أن يطرح في البلاد يساوي بين كل اللبنانيين؟ مش نايب بيطلع ب10,000 صوت بدائرة ونايب بدائرة أخرى بيطلع ب100,000 صوت. هذا كذب وهذا نفاق وهذا لا يليق ببناء دولة وبناء مجالس نيابية. نحن شو طرحنا؟ لبنان دائرة واحدة اللي بتضم كل الطوائف والمذاهب والأحزاب والبدكة بالبلد على قاعدة النسبية. وين الخطأ؟ يدلونا وين الخطأ؟ لما يبلش الحكي إنه السنة خايفين من الشيعة وإنه المسيحية خايفين من السنة أو السنة خايفين من استقلالية القرار المسيحي، إذا هذا عن جد الكلام اللي بيحكوه بالكواليس وما بيتجرأوا يطلعوا على الإعلام ويقولوه، إذا فعلا هي هي الحقيقة كان لازم يمشوا بالقانون الأرثوذكسي. مش لأنه أنا مع القانون الأرثوذكسي، أنا عندي تحفظات على القانون الأرثوذكسي لسبب أساسي، أنا ابن المير مجيد وهذا البيت مش ممكن كان يكون أو يكون إلا جامع كل اللبنانيين خارج إطار الطوائف والمذاهب، هاي تربية خاصة ببيتنا. إنما ليش عم نكذب على بعضنا وعم نوارب؟ ليه؟ شو السبب؟ يقولوا لنا القانون الأرثوذكسي فشل، أو اللي غير البعض اللي غير موقفه بهذا القانون هي على قاعدة إنه القانون الأرثوذكسي بجيب 64 نائب للمسيحيين بدون المسلمين، والقانون الآخر بجيب 61 من أصل 64، أو مبارح مثل ما حدا قالنا بجيب 54 نائب مسيحي بدون تأثير المسلمين وعشرة شيء كلام فعلا بستغرب كتير كيف بعض بيمرق على أي إنسان بلبنان، وكيف اللبنانيين راضيين بهذا الشكل من المبايعة اللي عم بتتم بالمزاد الطائفي والمذهبي. القانون الأرثوذكسي شو قال؟ اللي أنا عندي تحفظات على القانون الأرثوذكسي قلت لكم إياه، شو قال؟ قال كل طائفة تنتخب نوابة. صحيح. شو كان الجواب؟ إنه انتبهوا هيدي فضرة للبلد. طيب قوانين اللي عم تنطرح مش بخلفية راسهم، مش عم يسترجوا يعلنوها للإعلام، هي تقسيمات قائمة على الطوائف والمذاهب والحصص والمحاصصة بين القوى. ما هي هيك؟ إنه لما بيجوا على دوائر انتخابية منفصل الدائرة
منقص الجرد ومنترك الساحل، منترك الساحل منضمه للجرد ببعض المناطق، بعض المناطق الأخرى منغير التركيبة. هاي خلفياتها شو؟ بس يفهموني، خلفياتها وطنية، خلفيات العيش المشترك، خلفيات الاندماج وإلغاء الطائفية والمذهبية، كذبين منافقين. هايدي كلها خلفيات محاصصة لتجار الطوائف والمذاهب في لبنان. اللي أنا على ثقة الدين، أي دين، الدين المسيحي والدين الإسلامي بريئين منه مين ما كانوا يكونوا. هاودي تجار الديانات، هاودي اللي عم يخرب البلد كل يوم، وهاودي اللي عم بيعرضوا لنا أولادنا إلى الهجرة، وعم بيعرضوا تقسيمات البلد وانفصام شخصية الدولة. منقعد نحن بمجتمعاتنا بسالوناتنا كلنا بنسأل ليش الدولة أضعف حلقة في لبنان؟ شو السبب؟ طيب ليش الدولة اللبنانية أضعف حلقة في لبنان؟ لأنه هيك بدهن إياها، بدهن إياها القوى اللي عم بتاجروا بالطوائف والمذاهب، هيك بدهن إياها الدولة. ما بدهن دولة قوية، ما بدهن دولة غير طائفية، ما بدهن دولة غير مذهبية، ما بدهن دولة قائمة على المواطنية. بيرجعوا بيهددونا أو بيقولولنا البعض، نرجع لقانون الستين، لا عودة لقانون الستين، لا عودة لقانون الستين. هلا مبارح دخلكم، بدي أسأل سؤال. أنا ما اطلعت على المشروع اللي مقدمينه مبارح الإخوان الزملاء بالمجلس. الرئيس نبيه بري الله يوجه له الخير طرح المناصفة 64-64، رفض، رغم انه الرئيس بري مش حسبهم على الورقه والقلم، حط عداله انه تما نكسر الفريق الاكثري بنعطيه 64، وتما نكسر الفريق النسبي بنعطيه 64، حط المسطره على قاعده العداله بالتقسيم. اجا انقلوا امبارح او عم ينقلوا اليوم، ما بعرف، هلا هو اخبر الرئيس بري انه 59 مقعد بعتقد، ما بعرف، مش حافظ الرقم، 59 مقعد أكثر نسبي و69. طيب الفرق بين هالخمس نواب من هون لهون، هالفرق اللي رافضينه بخلفيات مش طائفية ومذهبية، معلش بدي أحط أصبع على الجرح، مش بخلفية وضع صيدا، مش بخلفية إنه أسامة سعد ممنوع يعمل نائب، معلش نحكيها بصراحة القصة، حاج بقى نتكلم، ليش عم نكذب على بعضنا؟ طيب هاي مش تفصيلات، هاي تفصيلات من أجل الوحدة الوطنية، هاي معلش بتجوز، هاي دي بحللوا بحرموا مثل ما بدهم. أنا بقول ولحقول كلمة قاسي ومستوى الشخصي ما بتمنى نوصل له، بس لأنه تعودت تكون صادق مع نفسي أولا ومع الناس تانية. الفراغ بالمؤسسات الدستورية أهون بكتير من التركيبات الملتوية اللي عم بيركبوا لنا إياها كل يوم بالبلد. خلي كل واحد يحس عدمه ويحس بمسؤوليته. هالبلد يا بدنا نعيش فيه كلنا بدرجة متساوية دون تمييز، أو خلينا نلاقي خيارات أخرى ويكون عندنا الجرأة الكافية إنه نصارح ناسنا ونصارح شعبنا إنه هذا الشعب مكتوب عليه الظلم، ومكتوب عليه البيع والشري، ومكتوب عليه انه يبقى بدولة ضعيفة معرضة في اي لحظة للانهيار، لانه العم بصير
صار خارج المعقول وخارج المنطق وخارج الأصول الدستورية وأصول مقاربة الملفات اللي على أساسها نبني دولة فيه. ما كله أضرب من بعضه يعني أنا أنا مش بس ما حدا يحاول يحطنا بمأزق إنه من ننقي بين السيء والأسوأ. ليش الله ليش بدنا نسلم بقدر إنه نحن مجبورين ننقي كل عمرنا ونربي أولادنا كل عمرنا لينقوا بين السيء والأسوأ؟ فش عنا خيار ولا مرة نربي أولادنا على الأحسن؟ ولا مرة عطول على الأسوأ. إنه يا أمير القانون الستين سيء بس المطروح أسوأ منه فبنروح على قانون الستين. مقاربات خاطئة، مقاربات مشبوهة، مقاربات بتعرض السلم الأهلي والوحدة الوطنية بالبلاد للانتكاس. ما بتنبنى دولة وما بينبنى مجلس نيابي ولا بينبنى مواطنية على قاعدة خود هالزر وقيس لي عليه بدلة، خود البدلة وحط عليها الزر. اللي عم بصير بهالبلد خود الزر وعقياس الزر ركب البدلة. طيب